تحية طيبة لكم متابعينا الأثير إذاعة أمواج وقناة أوغريت من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم، وهي مخصصة للحديث عن واقع التحضيرات للامتحانات. يسعدنا بداية أن نرحب بالأستاذ نوار رياحي، مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني باللاذقية. يسعد صباحك، كل خير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. نرحب أيضا بالأستاذ أكثم غانم، مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي. صباح الخير استاذ، صباح الخير للسادة المشاهدين. يسعد صباحك. طبعا استاذ اكثم، من فترة صدر، او بالعام 2023 صدر القانون رقم 42 لعام 2023، وهو الخاص بالامتحانات او الغش بالامتحانات. يعني من المهم التركيز عليه وشرح يعني بعض التفاصيل الموجودة فيه. طبعا إذا بدأنا من المادة 2، تفرض بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية. نعم. وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها. العقوبات الواردة في المواد 3 4 5 6. يعني شرح بسيط عن هذا الموضوع حتى نوصل الفكرة للناس. صدر القانون 42 لعام 2023 بهدف ضبط العملية الامتحانية وتصويب حالات الخلل التي يمكن أن تمارس خلال الامتحانات. طبعا وحرصا على مصلحة الطلاب وضمانا للعدالة، مواد أو أحكام القانون 42 طبعا بموجبها سيتم فرض عقوبات، ستكون السجن المؤقت وغرامات مالية. طبعا المادة 3 من القانون هي يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة من 3 ملايين وحتى 5 ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب الأسئلة طبعا بأي طريقة كانت، سواء كان من داخل المديرية التربية أو موظف التربية أو غير موظف. من كان إذا كان طالب أو موظف من غير طالب. من غير طبعا هذا القانون هو كما ورد في المادة 2 تفرض بحق كل من يقوم من غير التلاميذ والطلاب. غير التلاميذ. إذا كائنا من كان وبأي صفة كان وبأي مكان كان. ستفرض بحقه هذا الأكبر. موضوع تسريب الأسئلة. تسريب الأسئلة. غرامة من 3 ملايين لخمس ملايين. لخمس ملايين. وسجن مؤقت. قد يكون حتى 15 سنة سجن لهذه المخالفة الامتحان. عقوبة جنائية. طبعا في المادة 4 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة مالية من 300,000 إلى 500,000 ليرة سورية كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة. قد يحدث أثناء التصحيح وأثناء إدخال العلامة إلى الحاسوب قد يحدث خلل، طبعا قد يحدث وهي نادرا ما تحدث. وفي حال حدثت فإن القانون سيعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة مالية كما قلت من 300,000 إلى 500,000 ليرة سورية. وأيضا في المادة 5 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 300,000 إلى 500,000 ليرة سورية كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة. قد كمراقب، كرئيس مركز، كمندوب، طبعا كائنا من كان من ينتحل. طبعا هذا الأمر لا يشمل الطلاب، يشمل طبعا كما قلت بأن هذا القانون هو من غير التلاميذ غير التلاميذ. طبعا الطالب الذي تم انتحال صفته هنا لا يشمل القانون، يشمل الذي انتحل في تعليمات سابقة. طبعا الذي انتحل الشخصية هذا الطالب أو المراقب أو إلى آخره كائنا من كان. طبعا وأيضا هناك يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 100,000 ليرة سورية إلى 300,000 ليرة سورية كل من يسهل للتلميذ أو الطالب
الغش في الامتحانات بأي وسيلة كانت. طيب اسمح لنا أستاذ أكثر فضل. في اتصال تفضل الأخ سعد. ألو ألو مساء الخير. مساء الخير أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية. شكرا لبرنامجك القيم من شأن النهوض بالعملية التربوية والحفاظ على حسن سير واستقرار العملية الامتحانية. أكيد هذا شكرا لضيوفك. شكرا لضيوفك الكرام. تفضل. في بس هيك عندك كم ملاحظة حفاظا على استقرار العملية الامتحانية. تفضل. ضرورة قطع الاتصالات والانترنت قبل بدء العملية الامتحانية وحتى نهاية المادة، لأنه لاحظنا في السنوات السابقة وعلى الأقل في السنتين السابقتين أنه تقطع الاتصالات والانترنت قبل، أما أثناء المادة كان الانترنت موصول، وهذا شجع كثير من طلابنا للأسف على إحضار أجهزة الموبايل معهم على القاعة. فضرورة يعني قطع الاتصالات قبل المادة بساعة على الأقل حتى نهاية المادة. هون في بس إن ملاحظة نحن من الحقل التربوي إنه إشراك جميع الموجهين التربويين بالعملية الامتحانية أسودا ببقية المحافظة، لأنه لاحظنا في السنوات السابقة عدم إشراك الموجهين التربويين بالعملية الامتحانية. وهون يا ريت يتخذ بهالملاحظة إنه ضرورة استبعاد كل رئيس مركز وأمين سر شاركوا بالعملية الامتحانية خلال السنوات السابقة. بالإضافة إلى تخصيص لكل مركز امتحاني مجود بكاميرات. أن تخصص هذه المراكز لطلاب المدارس الخاصة والمتفوقين وليس لطلاب الأحرار وطلاب التجارة والشرعية والمهنية. ضرورة أن يسجل مندوب التربية اختصاصه في تقرير سير العملية الامتحانية. عندما توزع مندوبية التربية على المراكز أن توزع بما يخدم العملية التربوية، لأنه لوحظ تكليف مندوبين الحريصين على العملية الامتحانية على المراكز اللي مزودة بكاميرات وبالعكس. أن تخصص مديرية التربية ووزارة التربية فريق عمل لتلقي الشكاوي فور وقوعها، لأنه زملائنا المراقبين حين يكون عندهم ملاحظات فبلا كسب بدي يطلع على التربية، وسيد مدير التربية أو فريق العمل بيكون مشغول بالامتحانات عم يلاقوا صعوبة بتقديم الشكوى. فأنا بتمنى تتشكل لجنة يعني تكون جاهزة بشكل فوري تتلقى المكالمات لحل الشكاوي بشكل فوري. خلصت استاذ سعد؟ بس ما تكون بدك تعملنا حلقه كامله استاذ سعد. والله لا خلصت، بس الملاحظات ضروريه اذا بتتكرم علينا بسرعه. باي وحده ضروره تخصيص سجل خاص في كل مركز امتحاني يسجل فيه المراقب ملاحظاته اليوميه، وضروره رفض المراكز الامتحانيه بعدد كافي من العاملين المستخدمين لتكليفهم بحراسه المراكز حسب القرارات الوزاريه، لانه للاسف في معظم مدارس اللي عم تعتمد كمراكز امتحانيه في عندها يعني قرحه بعدد المستخدمين. هون بنتمنى بس التقيد بالبلاغات والقرارات الوزاريه بعدم دمج طلاب المدارس الخاصه مع طلاب المتفوقين. وان يخصص لكل مركز امتحاني مندوب تربيه مقيم، ما انه يزور المركز 10 دقائق، يبقى مقيم ويتحمل كامل المسؤوليه. طيب. ضروره عدم الوقوع في الخطا القاتل في السنوات السابقه بتعيين مراقبات على المراكز الامتحانيه للذكور، هيدي بتصعب عمليات التفتيش. طيب استاذ سعد لا بدنا نكتفي هون، يعني هلا انت يعني حطيت لنا ملاحظات بدها يمكن حلقتين فنكتفي. لا نحن في عنا محاور لحلقتنا لو سمحت، في عنا محاور لحلقتنا ماشيين على اساسها، حنجاوب على جزء من المحاور لحلقتك. طيب ملاحظتين صغار بس اذا سمحت، ملاحظتين صغار بسرعه لو سمحت. يعني هون بس نحن عانينا من شغله، يعني انه اكثر ما الحق الاذى بالعمليه الامتحانيه هو القرار اللي اصدره السيد وزير التربيه السابق بطي جميع العقوبات المفروضه بحق العاملين في الوزاره والمديريات. وهو بصراحه هالقرار هو شجع على يعني التمادي وعمليات الغش. ويكتب بالقرار لضروره المصلحه العامه وبناء على مقترحات مديريه الرقابه بطي جميع العقوبات المفروضه من المفروضه بحق العاملين سواء بالوزاره والمديريات المنبثقه عندنا من 2020 لواحد 2021. انا ما معقوله اطوي عقوبه مربي شارك بالعمليه الامتحانيه. تمام وصلت الفكرة. شكرا لضيوفك الكرام. شكرا استاذ. طيب ممكن نجاوبه استاذ نوار؟ تفضل. أول شيء نتشكر السيد سعد للاتصال على الإضاءة على بعض الأمور، لكن في أمور منها مثلا تشكيل لجنة للمتابعة أثناء العملية الامتحانية. طبعا بكل يوم امتحاني في لجنة مختصة كاملة في غرفة المتابعة مهمتها الرد وتلقي الاتصالات وجميع الشكاوي الواردة من المراكز الامتحانية لحظة بلحظة. يبدأ عملها ببداية الامتحان وينتهي بعد انتهاء الامتحان بنصف ساعة.
تسجل كل الملاحظات في سجل اتصالات بالساعة وبالدقيقة ومن الجهة المتصلة وتعالج المشاكل فورا. إذا المقترح موجود. تمام موجود ويطبق. بالنسبة لمراكز الكاميرات، مراكز الكاميرات ما أنا مقيدة بنوعية طلاب محددة أحرار أو غير أحرار، إنما هي شغلة دورية، فممكن طلاب خاصة، ممكن متفوقين، ممكن طلاب عاديين، ما هذا الموضوع ما أنا مقيد بأي شيء. بالنسبة للمندوبين المقيمين بكل عملية امتحانية يوميا مندوب مقيم في كل طابق وليس في كل مركز، في كل طابق امتحاني موجود تماما مقيم من بداية العملية الامتحانية حتى نهايتها، يقوم برفع تقرير يومي، تفرغ التقارير وترسل تقارير بشكل يومي عن كل يوم امتحاني في سير العملية الامتحانية. بالإضافة في أنه يوجد في كل مركز امتحاني تقرير سير العملية الامتحانية لرئيس المركز وملاحظات رئيس المركز، وتكتب الملاحظات بشكل يومي بشكل دقيق، أي تغيير أي تعديل أي حدث أي طارئ موجود هذا الموضوع. هذا غير تقارير الغش اللي بتكون موجودة إذا موجودة كانت. بالنسبة ل الإشراك جميع التوجيه، جميع التوجيه عم يشارك بالعملية الامتحانية ولا يستثنى أي شخص إلا إذا كان عنده عذر خاص فيه. نحن أحيانا يعني في حالات مرض، حالات إنسانية، حالات معينة هون يستثنى، لكن جميع الموجهين الاختصاصيين أو التربويين عم يشاركوا بالعملية كمندوبين مقيمين في مراكز امتحانية، علما أنه يتم تغييرهم بشكل يومي. ما في مندوب بيضل بنفس المركز يومين وراء بعض أو يومين متتاليين أو يومين غير متتاليين ضمن المركز. تماما. بالنسبة للمستخدمين، كل مركز امتحاني عم يكون في كل طابق أو حسب الموقع عم يكون في مستخدم بيقوم بعمليات التنظيف، عمليات إزالة الأوراق إذا وجدت، بيجهز المركز قبل البدء العملية الامتحانية، وبالتعليمات الوزارية بيبقى على باب المركز حتى انتهاء العملية الامتحانية، ممنوع تجواله أثناء الامتحانات. تماما. موضوع ذكر موضوع تكرار انه طلاب المدارس الخاصه مع طلاب مدارس المتفوقين، لا ما في تكرار، هذا مركز حتى عم يتوزعوا على عده مراكز، يعني ما عم يكونوا بمركز محدد الطلاب الخاصه مثلا هالمدرسه الخاصه بهالمركز، لا عم يتوزعوا على عده مراكز، نفس المدرسه عم يوزعون على عده مراكز، يعني ما عم يكونوا بمركز واحد وما عم يكونوا متواجدين بشكل دائم مع المتفوقين. لا 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 ابدا، لا صدفت شيء مره انه كانوا موجودين مع بعض؟ مدارس المتفوقين هي مدارس مثل اي مدرسه ثانيه. يعني نحن في عندنا توزيع، ما نو توزيع نحن مثلا طالب الخاصه لازم يجي مع المتفوقين، لا نحن بنوزع بطريقه انه الطالب المتفوق او طالب الخاص او طالب المدارس العامه بتوزيع عادل. المدارس الحكوميه نحن بنحط مثلا كل مدرسه بيكون توزيعها حسب التوزيع الابجدي، الخاص بنوزعهم على عده مراكز مشان يكون في مصداقيه للعمليه التعليميه الامتحانيه. تماما. اخر موضوع يعني ذكره هو موضوع طي يعني العقوبات الخاصه، يعني اللي كانوا مساهمين بالغش او متورطين بالغش طي عقوباتهم عام 2020 و2021 وعادوا للعمل بشكل عادي. طبعا السيد الرئيس دائما النهج اللي بيتبعه هو نهج العفو والمحاسبة. لكن العفو موجود، نهج السيد الرئيس نحن في عنا العفو، فنحن نعطي فكرة العفو مبدئيا، المخطئ بيتحاسب. لكن نحن نعطي فرصة، تنعطى فرصة للعفو بعدها بتتابع العملية، لكن أي مخطئ حاليا السيد الرئيس أصدر السيد الرئيس القانون 42، القانون 42 رادع وبقوة وبشدة لأي شخص تسول له نفسه الإخلال بالعملية الامتحانية. جيب. تماما. طيب نتابع أستاذ أكثم فيما يتعلق بالقانون 42 ومواده. نعم. طبعا المادة السابعة من القانون 42 وهي هامة جدا كبقية مواد القانون، تحجب الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف الحكم النافذ. هي مادة كتير هامة، لا وجود لأسباب مخففة عند ارتكاب المخالفات الامتحانية، هي مرفوضة تماما، ولا تحجب الأسباب المخففة، ليست كباقي يعني الجرائم، يعني أنه ممكن تقع بلحظتها، هي دائما الغش بالامتحان بيكون نتيجة تخطيط مسبق، إذن لا يوجد أسباب مخففة. نعم طبعا. وتم تشكيل لجنة في كل محافظة بقرار من السيد وزير التربية، طبعا اللجنة برئاسة السيد مدير التربية وعضوية المدراء المساعدين ورئيس دائرة القانونية والرقابة الداخلية
ورئيس دائرة الامتحانات. نعم. طبعا تعتبر يعتبر عمل هذه اللجنة هو مستمر ودائم يعني. نعم. تعتبر في اجتماع دائم وعلى طوال فترة الامتحانات. نعم. أو من قبل الامتحانات. نعم. نعم. وطبعا تقوم بدراسة الضبوط الواردة من المراكز الامتحانية وتدرس وتحال إلى القضاء المختص كل الضبوط. أما الضبوط نعم اللي الضبوط الخاصة بغير التلاميذ والطلاب. نعم. نعم. وتحال خلال 24 ساعة إلى القضاء المختص. فيما يتعلق بالتلاميذ معاملتهم عن طريق مديرية التربية حسب القوانين الناظمة. طبعا هناك تعليمات نعم. بهذا الخصوص. تمام. بما يخص التلاميذ والطلاب. تمام. يعني هون انتهى القانون 42. نعم. تمام. طيب أستاذ نوار، يعني حضرتك أيضا مدير تربية مساعد لشؤون التعليم المهني، ملاحظاتك أو الإضافات اللي بتحب تحكيها عن القانون. طبعا القانون 42 لتنظيم العملية الامتحانية وتحقيق العدالة مثل ما حكى الأستاذ أكسام فيها. فالتلاميذ هم نميز نحن حالتين، حالة التلاميذ في حال صار موضوع الغش أو التلاعب من قبل التلميذ في تعليمات ناظمة بحقه، من غير التلاميذ تنظم هذا الموضوع بالقانون 42. جميل. فصارت العقوبات رادعة لكل من تسول نفسه التلاعب بالعملية الامتحانية. فالهدف دائما هو أنه تكون العملية الامتحانية كما كانت وكما ستكون عملية ناجحة مصداقية عالية بما يحقق العدالة في اكتساب الطالب للعلامة. نعم. تمام. فيما يتعلق بالتعليم المهني، يعني ما في أي فرق عن نفس التعليم نفس العام إذا تماماً. كان علمي أو أدبي؟ نفس التعليمات تماما، يعني التعليمات الامتحانية تصدر لجميع أنواع التعليم سواء أدبي أو علمي أو مهني أو أساسي أو التعليم أساسي. أو حتى تماماً. التعليم الأساسي تماماً. طيب نحن رح نروح لنشوف استطلاع آراء الناس عن واقع التحضيرات للامتحانات، ونرجع نتابع مشاهدينا ومستمعينا هذا الاستطلاع ورجع. شو رأيك بالاهتمام وآلية التحضير للامتحان بالشهادتين الثانوية والإعدادية؟ والله الأسئلة عم تكون صعبة يعني، والله يعين الطالب بيدرس 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 وآخر شيء ما بيلاقي، وبيكون ما يراعوا إنه الطالب داخل على الامتحان متوتر ونفسيته تعبانة وما نايم كل الليل وهيك، والضغط النفسي اللي عم يعيشه الطالب. مبدئياً التحضيرات كويسة يعني وفي اهتمام، بس لنشوف استهشار هذا كيف راح تكون الأمور، إذا راح تكون أفضل ولا يعني هلا بتصير الوضع بيوضح بشكل افضل بهالشهر، بس يعني مبدئيا في تحضيرات كويسه. يعني صار في تنظيم وصار في كثير اهتمام بالتحضير قبل الفتره الامتحانيه للامتحانات، سواء كانت صف تاسع عشان الشهاده الاعداديه او الثانوي، وهذا اعتقد يعني لاقى اعجاب من الاهالي بشكل كويس، يعني هذا شيء جميل يعني. وقت اللي قالوا انه قد ما تستغربنا الوضع يعني، لان انه كان لازم يحضروا من قبل يعني من السنوات مثلا 10-11 مشان يتهيئوا لهالشيء. جيده، في يعني اهتمام، محاوله لتكون النتائج والعلامات افضل. شفنا السنه حاولت وزاره التربيه انه تعمل نموذج مؤتمت وتطبقه على باقي السنين، يعني خطوه كثير جيده مشان موضوع الغش قد يكون موجود ببعض الاماكن، يعني خطوه كثير ايجابيه، وان شاء الله كل ما بتكون الامور احسن. هلا ممتاز الطلاب انه بظن صارت الاتمته احسن بالنسبه لهم، فعم يلاقوا سهوله اكثر انه بالوقت ما بعرف يعني صار شوي يعني ما عاد في خوف مثل قبل، انه لانه في تكميليه، يمكن عم يكون في تكميليه، انا ما بعرف هي التكميليه ما حبيتها كثير يعني. فلما كنا نحن طلاب بكالوريا كنا خلص ندقق الامتحان ندرس كل دراستنا الامتحان، هلا صار الطالب عم هيك عم يخف همته انه انا عندي تكميليه ما في مشكله، يعني لو انه بماده نزلت او هيك برجع بالتكميليه بمشي الحال. شو عندك اقتراحات بشكل عام لتطوير عمليه التحضير للامتحانات؟ انا كثير حبيت موضوع النموذج المؤتمت ونعتمده ويكون في بنك معلومات ينعطى للطلاب قبل بفتره، بحيث هن يشتغلوا على هذا الموضوع، لانه موضوع الاتمته أولاً نحن بنلغي موضوع الغش، وكتير بيكون الموضوع دقيق ومبسط للطلاب وهن بيحبوه. يا ريت السنة يكون في عدل، إنه من ناحية إنه ما يكون في تسرب للأسئلة هيك شغلات، بالعكس مشان ما ينظلم الطالب اللي درس وتعب كل السنة. طيب شو في عندك اقتراحات لتطوير عملية التحضير للامتحانات برأيك أنت كطالبة عشتي هاي المرحلة؟
بده وقت، يكون الوقت كافي، وقت المدرسة ما له كافي. يعني حتى الآن ساتي بيعرفوا إنه الطالب عم يسجل معهد، لهيك عم يتركوا العبء كله على الطالب والدرس الخصوصي. أنا يكون في تدقيق على الأساس بأثناء مو أثناء امتحانات، قبل الامتحانات يكون في مراقبة، يكون في متابعة للمدارس، يجي يطلعوا مثلا يشوفوا الأستاذ كيف عم يعطي، يطلع يشوف يحضر يا أخي، يطلعوا لجان مثلا أو ما بعرف كيف بتسموها أنتم مثلا، يطلع مثلا كل مدرسه يطلع على لجنه عليها يحضروا مثلا، فجاه يطلعوا، مو انه احنا طالعين، يحضر يقعد يشوف شو ما يعلم الاستاذ شو ما يعطي، يفحص الطلاب، يسالوا الطلاب هن اللجنه. شكرا للزميله وفاء فاضل التي انجزت هذا التقرير. استاذ نوار، يعني تساؤلات مشروعه من اهالينا في الشارع، أهالينا الموجودين في محافظة اللاذقية، الآراء الإيجابية لاحظنا أكثر من أي ملاحظات سلبية، ولكن هناك تساؤلات مشروعة، تخوف نوعا ما من الأتمتة، مع أنه الأغلبية فضلوا الأتمتة. تعليقك على ما جاء بالاستطلاع؟ نظام الأتمتة أو الاختيار من متعدد هو نظام موجود سابق، لكن موضوع الأتمتة خلينا نفصل عن موضوع الاختيار من المتعدد. الأتمتة هو عملية الإجابة على ورق مؤتمت والتصحيح عن طريق الحاسب، هون عدنا العامل البشري، أخطاء البشرية خففناها قدر الاستطاعة. نيجي على الاختيار من المتعدد، الاختيار المتعدد هو نظام موجود سابقا، يعني كانت الأسئلة اللي بالنظام الامتحاني موجودة اختار الإجابة الصحيحة أو اختار الإجابة الخاطئة، لكن القالب تغير صارت وتعممت على نموذج الأسئلة كاملا. وضع الأسئلة بيتم من قبل ناس مختصة بوضع الأسئلة، الأسئلة بتكون شاملة للمنهاج، تراعي الفروقات الفردية، مستويات الطلاب، شاملة للأفكار، بتراعي الطالب الوسط والطالب الجيد والطالب المتميز. فالأسئلة مو قصة صعبة أو سهلة، بتراعي جميع الفروقات، فهون الطالب ودراسته، الطالب وتحضيره. فموضوع الأتمتة هو موضوع بيحدد السوية الحقيقية للطالب، حدد السوية الحقيقية للطالب. بالنسبة للدورة التكميلية، الدورة التكميلية هي العام واحد، هي لهذا العام فقط وانتهت، لأنه هي السيد اللي تحدثت أنه ما كان في أيام خلاص التغير بعد هاي السنة. طبعا وزارة التربية وجهت مدرسين، أولا وجهت بإقامة دورات لوضع الأسئلة وفق نظام الأتمتة والاختيار من المتعدد. إمتى حتبدأ هذه الدورات؟ بدأت وعم ينشغل على الموضوع كل الأساتذة تماما يشاركوا فيه، فعم يتشكل بنك معلومات كامل أو بنك أسئلة كامل طبعا. سؤال هون، حيشارك بوضع بنك الأسئلة أساتذة اختصاصيين من كل المحافظات؟ من كل المحافظات السورية، من كل المحافظات السورية. طبعا هون نحن عندنا مكسبين، المكسب الأول أنه عندنا صار بنك أسئلة واسع، اثنين صار عندنا نحن المدرسين عندهم خبرة بطريقة التعاطي، كونوا شاركوا تماما، كونوا شاركوا بوضع، فحتى موضوع مشاركتهم عم ياخذ من زميله هالفكرة، من زميله الثاني هالفكرة، فتشكل عندهم خبرة بموضوع الاختيار من المتعدد، وهذا مريح للطالب تماماً. المقيم في محافظة خارج العاصمة دمشق يعرف انه اساتذته بنفس المحافظة هم تماما مشاركين ببنك الأسئلة تماما. هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع اللي طرحته الأخت بالعدل بالامتحانات، طبعا القانون 42 مثل ما ذكرنا وحكينا عنه موسع، قانون حازم، قانون وشديد، حازم وشديد وصارم بالنسبة لموضوع الضبط الامتحاني. بالنسبة نحن في آخر أخ حكى بالريبورتاج التدقيق على المدارس، طبعا وزارة التربية في عندها خطة جولات أسبوعية، خطة جولات أسبوعية متغيرة حسب على المدارس من موجهين تربويين أو موجهين اختصاصيين أو حتى من معاونين أو حتى من السيد مدير التربية. وفي عنا جولات فجأة، في عنا حسب الوضع الراهن بيكون بمدرسة أو مكان معين. فنحن منوجه للأهالي أي خلل أي أشكال نحن غافلين عنه، نحن مكاتبنا مفتوحة بأي وقت وبأي لحظة. جميل جدا. طيب أستاذ أكثم، يعني فيما يتعلق بال الثانوية العامة وهي أكثر ما يقلق غالبية أهلنا طبعاً في المجتمع، اللي ذكروا أحد الأشخاص بالاستطلاع أنه التركيز على الدوام وإنهاء المنهاج أو عدد الساعات غير كافي، يمكن سيدة من السيدات ذكرت، كيف وحضرتك مدير تربية مساعد لشؤون التعليم الثانوي، كيف بتتابعوا هذا الموضوع حتى يكون في دوام كامل، حتى يكون في إعطاء للمنهاج كامل، ويعني قدر الإمكان ما يحتاج
الطالب إلى معهد خاص أو إلى درس خاص؟ طبعا هناك توضع بشكل سنوي خطة درسية من قبل وزارة التربية وتعمم على جميع المحافظات، وعلى المدرس في أي مدرسة طبعا التقيد بهذه الخطة، وتتم متابعة هذه التنفيذ هذه الخطة الدرسية من قبل إدارة المدرسة والموجهين الاختصاصيين الذين يقومون بجولات ميدانية ومتابعة المدرسين. طبعا قد تكون هناك حالات من التسرب من المدرسة لأسباب قد تكون معروفة أو غير معروفة، ولكن هنا في إدارات المدارس عليها أن تطبق النظام الداخلي بما يخص دوام الطلاب، ترقين طبعا من ناحية ترقين القيد في حال تغيب الطالب لمدة 16 يوم مستمرة تقوم إدارة المدرسة بترقين القيد. تمام. وفي حال غياب الأساتذة المختصين المدرسين؟ في حال وهي حالات نادرة على كل، ويقوم الموجهون الاختصاصيون بترميم هذه الحالات إن وجدت. طيب فيما يتعلق بالنسبة المحققة من المنهاج في كل عام، مثال هاي السنة، هل هذه النسبة مرتفعة؟ النسبة المحققة لتدريس أو عدد الساعات لأخذ نسبة من كامل المنهاج؟ طبعا الخطة الدرسية كما قلت هي مدروسة بعناية من قبل مختصين في وزارة التربية. طيب. وهي طبعا في حال طبقت وهي تطبق على كل ستحقق الغاية منها. طيب أستاذ نور، يعني ما بين المدينة والريف يعني في كل المحافظات أو في دول متعددة يعني هناك اختلاف ربما بالمستوى ربما بالإجراءات، فهل تختلف الإجراءات إجراءاتكم كتربية ما بين مركز المدينة وما بين الريف بالقرى؟ الإجراءات واحدة لجميع المراكز بالنسبة للإجراءات الامتحانية والإجراءات التعليمية، إجراءات واحدة لجميع المدارس، سواء في الامتحانات، طريقة توزيع المراكز أو رؤساء المراكز أو المراقبين أو مندوبي التربية أو مندوبين الوزاريين، فهي واحدة لجميع المراكز. الفرق هو الفرق الزمني، إنه مراكز الريف تبدأ التحرك أبكر بنصف ساعة فقط لا غير. ما يطبق على مراكز مدينة يطبق على مراكز الريف، ما يطبق على مدارس المدينة يطبق على مدارس الريف. جميل. طيب أستاذ أكثم، فيما يتعلق بالعطلة قبل الامتحانات، هل يوجد موعد محدد رسميا أما كل مدرسة بتحدده حسب نهاية المنهاج؟ لا بالعكس، كله طبعا محدد من بداية العام الدراسي، وكما قلت الخطة الدرسية هي شاملة لكل مفاصل العملية التعليمية. طبعا بالنظام الداخلي هي يعطل بما يخص الطلاب الانتقالي للمرحلة الإعدادية أو المرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية والثانوي، يعطل الطالب قبل 3 أيام من بدء الامتحان. وفيما يتعلق بالثانوية العامة؟ بالثانوية أيضا هناك مدة زمنية ينهى المنهاج المفترض أن ينتهي المقرر لكل مادة في فترة محددة تكون ببداية نيسان. بداية نيسان ممكن أنه تبدأ الخطة الدرسية، يعني الخطة الدرسية واضحة. طبعا الطالب بحاجة إلى يعني ربما شهر أو أكثر للتحضير للامتحان النهائي. تماما، في الخطة الدرسية حددت البداية والنهاية. الخطة الدرسية حددت البداية والنهاية. في تقويم. تماما، في تقويم كامل باليوم تماما. طيب. وهي تصدر كل عام، يعني كل عام تصدر خطة درسية طبعا قبل بدء العام الدراسي وتعمم على جميع المدارس. طيب رح ناخذ استطلاع آخر يعني عن موضوع التعليم بالمدارس، وإذا كانت العامة الرسمية أو الخاصة أو المعاهد. بنتابع مشاهدينا ومستمعينا هذا الاستطلاع للزميلة وفاء فاضل ورجاء. شو مدى الاختلاف بين الدروس بالمدارس وبين المعاهد الخاصة، وشو عندك اقتراحات بشكل عام لتطوير التحضيرات للامتحانات؟ هلا بشكل عام اللي عالم التجأت للمعاهد الخاصة نتيجة الوضع بالمدارس، انه ما في تدريس، فانا بدي اضطر لو
وضع المادي لو كل ما كان يكون بدي يضطر انه احط اولادي بمدارس خاصه او معاهد لحتى اعوض بس لو المدارس مضبوطه او في تدقيق على الموضوع بتوقع ما كان الوضع هيك. بتوقع هيك. شو في عندك اقتراحات يعني من بشكل عام لتطوير التحضيرات للامتحان؟ التحضير يعني السنه هيدي خلص انتهى كل شيء، فالسنوات القادمه بتوقع انه لازم يكون الاهتمام بالشهادات بشكل عام غير هيك تماما. المعاهد يعني بتضل احسن انه دروس الخاصه بالبيت كونه عبء اقل، اجبار الاهالي صاروا عم يدوروا على هي الطريقه يعني، فبيكون الكل عم يتوجه على المعاهد، قليل قليل عم يصير الدروس بالبيت يعني، ما عم خليك يعني الشغله العبء المادي على الاهالي اجباري هيك صار يعني. هلا الفرق بين الدروس الخصوصية والمدارس ما فيك يعني، هلا ممكن تكون المدارس كويسة بس مو مثل ما بده الواحد، خصوصا الواحد هلا عم بيدور على نجاح كويس وعلى علامات كويسة، بيتمنى الواحد أي واحد مننا بيتمنى ابنه يجيب العلامة التامة. هلا بصراحة المعهد الخاص فيه اهتمام أكثر، فيه اهتمام أكثر من بس أنا بركز على شغلة إنه الطالب بحد ذاته يعني سواء مدرسة عامة ولا مدرسة خاصة، الطالب إذا مهتم ومركز هو الأساسي بالموضوع. يعني صار طالب بكالوريا أو صف تاسع، أنا على الدرايب من خلال رفقاتي وأصدقائي إنه بده 5-6 مليون شهادة، طالب الشهادة سواء التاسع ولا بكالوريا بده 6 مليون لحتى يوفي دروس الخصوصي. طيب أنا بهالحالة بدي أنا إلي عتب يعني، إلي عتب على التعليم بالتربية أو وزارة التربية. ليش التعليم الخاص اخذ اهميه اكثر بكثير من التعليم الالزامي؟ اساتذه الخصوصي بتكون تتمي للمعلومات، خاصه اذا كان طالب هو قليل الاهتمام ما عنده كثير اجتهاد، اما الطالب المجتهد بتكفي المدرسه العامه وزياده. هلا مع الاسف الفتره الماضيه صارت الدروس بالمدارس يعني شوي ضعيفه، والطلاب حتى يعني في مشكلة من الكل يعني، ما فينا نلوم بس الأساتذة لأنه كمان الطلاب ما في اهتمام، بيحبوا يهربوا ويروحوا على البيت أكثر من أنه يضلوا بالدرس. يعني في أساتذة إحنا مرخنا بهاي الفترة وشفناهم كانوا يعطوا من قلب ورب، بس ما في حدا يعني الطلاب ما بدها. معاهد أو الدروس اللي بنروح نسجلها نحن أنه هي الخارجية عن المدارس، فهي انه بيكون في وقت اكثر، ومثلا بينتظرونا ندرس بيقولوا لنا كيف ندرس، غير المدرسه بيكون الانسي انه بدها عندها شيء مقرر بدها تعطيه وتخلص بقى يعني، انه هيك بيساعدونا. هلا اذا بدنا نحكي الصراحه اكيد بالدروس الخاصه هلا صار انه اغلب العالم هلا صاروا عم يتجهوا للدروس الخاصه لان صار في اهتمام اكثر يعني اغلب هلا طلاب الثانويه والشهادات يعني ما بقى عم يعتمدوا على المدرسة مثل الدروس الخاصة يعني هلا بهالوقت ما بتلاقي بقى حدا عم يداوم مثل قبل. أهلا بكم من جديد أستاذ أكثم، يعني آراء واستطلاع لآراء أهالينا في مناطق متنوعة وعينات متنوعة، قسم من الآراء يعني هو بيشوف أنه المدرسة تكفي، قسم آخر من الآراء بيقول هذا يعتمد على مهارة الطالب واهتمامه، قسم ثالث ورابع يقول إنه الاهتمام بالمعاهد والمدارس الخاصة أكثر مما يوجد في المدارس العامة. تعليقك. طبعا كما ذكر الأستاذ نوار منذ قليل بأن هناك فروق فردية بين الأبناء والطلبة، فهناك من يهتم ويتابع وهناك من يهمل. طبعا بصف البكالوريا والأهل وطبعا هني دائما بيكونوا قلقين وحريصين على أنه أبنائهم يجيبوا العلامات التامة ويدخلوا طب. طبعا وهي عقلية صارت عقلية مجتمع عنا انه لازم الطالب يسجل طب بشكل عام يعني اذا كان الكل اطباء يعني باقي المهن كيف سيعمل بها يرغب بان يسجل ابنه في كلية الطب. طبعا انا لا انكر بانه قد يكون هناك حالات خلل في بعض المدارس، ولكن لا يمكن ان نعمم هذه الحالة على كل المدارس الموجودة،
طبعا هي الواقعية والشفافية مهمة جدا استاذ اكثم، وبنشكرك عليها. يعني ما فينا نقول انه كل المدارس مثالية، في جزء من المدارس قد تكون ليست مثالية تماما، وقد يحتاج على اساس الطالب لتعليم خاص او لمعاهد مدرسي على مستوى مدرسي، وقد يكون هناك مدرس في مدرسة معينة لا لديه ظروفه غير مهتم إلى آخره، قد يتواجد هكذا مدرسين، وهنا دور التوجيه الاختصاصي بمتابعة وتقييم أداء المدرسين ومتابعتهم لتنفيذ الخطة الدرسية كما قلت الموضوع في بداية العام الدراسي. طبعا كما قلت هناك الطالب أو الوضع الطبيعي في حال كان طالب غير مهتم أو غير متابع للمدرس في المدرسة قد يلجأ إلى المعاهد وإلى الدروس الخصوصية لترميم بعض المعلومات، ولكن كما نجد في كما سمعت بأنها أصبحت موضة هذه الأيام بأن الطالب يعني مقرر أنه ما يفهم إلا من المدرس الخصوصي أو من المعهد الخاص، ولكن المدارس أنا أرى بأنها كافية ووافية، وحتى للطالب المتفوق الذي يريد تحصيل علامات عالية على زماننا أنا وأنت يمكن ما كان في شيء اسمه دروس خصوصي ولا عمرنا سمعنا فيه، أو كانت المدرسة هي الكل بالكل، يعني ناخذ من مدرسينا ونتابع ولكننا نغيب ولكننا نتأخر حتى عن المدارس. ولكن قد تكون هناك بعض الظروف الراهنة التي أدت إلى عدم التزام الطلاب بالدوام الذي أدى بدوره إلى وجود بعض النقص في المعلومات التي يلجأ إليها الأهل بوضع مدرسين خصوصيين أو معاهد أو إلى آخره من هذه الحالة. طبعا يعني من حق المعلم أن يعمل خارج أوقات دوامه ويعطي بالتعليم الخاص يستفيد نتيجة الظروف المعيشية. طبعا بعض المدرسين حسب رسائل وردتنا عم يعطوا كل ما لديهم في المدارس الحكومية، البعض يعني يقصر في التعليم العام أو المدارس الرسمية ويعطي الجهد الأكبر في التعليم الخاص. هون بناخذ رأي الأستاذ نوار. هلا أول موضوع عراقة التعليم والتربية في سوريا لا يشك بها أكيد، مدارس السورية والتعليم بسوريا مشهود له في جميع أنحاء العالم، فالثقة بمدارسنا موجودة وبعدها موجودة، لا يعني بعض الحالات الخلل أن تهتز ثقة الناس بمدارسنا. كمعالجة لحالات الخلل الموجودة تم اتخاذ بعض الإجراءات، منها أي معهد أو أي شخص يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية مرخص له ممنوع ضمن أوقات الدوام. فهون يأتي دور الأهالي، أنا ابني لازم يروح على المدرسة، ابني لازم يكون متواجد بالمدرسة، ما لازم يتواجد بالبيت، فالأهالي لازم كمان يلعب ويأخذ الدور دور حقيقي بهذا الموضوع. المدارس كافية، خبرات علمية موجودة، الطالب لازم يداوم، لازم يلتزم بدوامه، ما بيصير ينقطع عن دوامه. في إجراءات عم تتاخذ بهذا الموضوع بحق الطالب أو المدرس المقصر خلال جولات التوجيه الاختصاصي، ترميم الشواغر، العقوبات الرادعة. فأي شكوى، أي حالة شاذة عن هذا الموضوع مباشرة عم تقوم مديرية التربية بمعالجتها، سواء بالضابطة العدلية اللي موجودة بالتعليم الخاص أو بالتوجيه الاختصاصي حسب كل حالة من الحالات. لكن الأهم أنه الثقة بالمدارس، مدارس الحكومية أكيد ما لازم موجودة تهتز ولازم تهتز، وهذه مؤسسات وطنية ومدارس رسمية ومشهود لها، مشهود لها عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم. فموضوع الدروس الخصوصية الأهالي لازم يتعاونوا معنا، يوعوا لموضوع المدارس الحكومية ظل ابنه ملتزم بالدوام، يطالب بإعطاء المنهاج كاملا بالإضافة للإجراءات الرادعة على هذا طبعا الموضوع. في قضايا طبعا وما فينا نعممها على جميع المدرسين، يعني في بعض المدرسين يعني مخلصين لعمل أصحاب ضمير حي بشكل دائم، إذا عطى بالتعليم العام أو بالخاص بيعطي بنفس الطريقة، ولكن بكل مهنة يوجد بعض الحالات الشاذة اللي تعتمد على موضوع الضمير، حتى لو كان في رقابة من التربية، هل يمكن ضبط
بعض، نركز على كلمة بعض، بعض المدرسين الذي ربما لا يعطي في التعليم العام كما يعطي في التعليم الخاص. تماما، يقوم نقوم بضبطه بشكل كامل، حتى ما بنتوانى لحظة، حتى الدائرة القانونية بتدخل على الخط كمان، في عقوبات رادعة، في ضابطة عدلية. يعني أي مدرس عم يقصر بالعطاء التوجيه الاختصاصي بيدخل على الخط، إذا عم يخالف التعليمات عم يعطي بأوقات دوام رسمية في ضابطة عدلية. هل يسمح له إذن؟ هون السؤال لكم، خارج أوقات الدوام بدون موافقة من وزارة التربية؟ بترخيص. حتى في بعض الإجراءات قادما رح تظهر بتنظم هذا الموضوع كاملا. طبعا يعني خلال الأيام الماضية يعني تم الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي بدون مصدر رسمي، أخبار متداولة وليست رسمية، أنه قد يكون هناك سماح من وزارة التربية للمدرسين الذين يرغبون بالعمل بالتعليم الخاص، بالعمل والتدريس خارج أوقات الدوام مقابل نسبة معينة. هل يوجد أي يعني مصادر أكيدة لهذا الكلام؟ حين صدور أي تعليمات تظهر إلى العلن مباشرة. ما في أي معلومات إذا كان في دراسة عن تظهر. هذا الأمر، لكن في خطوات وإجراءات لتنظيم هذا الموضوع. تمام. طبعا في ضوابط أستاذ أكثم للمعاهد التعليمية الخاصة أو تسمى في وزارة التربية المخابر اللغوية. المخابر اللغوية. نعم. طبعا الأسعار، طبعا صدر مؤخرا يعني تعميم خاص بالأسعار من السيد وزير التربية. نعم. حدد فيما يتعلق بالثانوية العلمية أو الأدبي أو شهادة التعليم الأساسي، وميز ما بين مركز المدينة وخارج المحافظة. ممكن نوضح لأهالينا اللي عم يتابعونا طبعاً شو هي الأسعار المعتمدة، وفي حال مخالفتها شو بيعمل الطالب أو أهل الطالب؟ نعم، طبعا التعليم الخاص يقسم إلى عدة أقسام. هناك المدارس الخاصة، والمدارس الخاصة يعني حلقة أولى ثاني ثانوي، وهناك المخابر اللغوية ورياض الأطفال. نعم. طبعا هذه المدارس طبعا المرخصة، في حال كانت غير مرخصة تغلق فورا. طيب خلينا ناخذ بس اتصال من شوي ناطر. تفضل. مرحبا. أهلا وسهلا. العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. بالنسبة للمعلومات، المحدد مركز عملهم وعملوا طلبات نقل يعني من محافظة مثلا بنتي الرقة لمحافظة اللاذقية. نعم. عملت الطلب ومع ذلك بقولوا ما في شاغر مالي، علما أنه هي بتقبض من اللاذقية، بس يعني كيف بده يتوفر الشاغر المالي؟ الاختصاص شو هو؟ اختصاص أدب إنجليزي. أدب إنجليزي. في شيء أسئلة قبض من معتمد اللاذقية قبض؟ لا، إحنا حاطين المعتمد هي من محافظة الرقة تحديد مركز عمل باللاذقية. طيب خليكي معنا يجاوبك الأستاذ أكثم. ما منقول ما في شاغر مالي، ما في اعتماد مالي. هلا الاعتمادات المخصصة تصدر طبعا في بداية كل عام ميلادي، ودائرة المحاسبة تقوم بحساب هذه الأمور واستدراكها طبعا مع الإدارة المحلية أو وزارة التربية. نعم. هلا لنقول إنه هي عم تقبض من هون، صحيح هي عم تقبض من هون، ولكن هي المالية أو راتبة عم يتحول من محافظتها إلى معتمدهم. يعني الراتب اللي عم تتقاضاه هي من ميزانية تربية الرقة أو إدلب أو الحسكي لمصري، من خارج المحافظة. إيه، وليس من ميزانية مديرية تربية اللاذقية. الحل، هل يمكن مساعدتها بأي طريقة؟ كونه يعني محافظة رقة ما زال يعني يوجد فيها أوضاع خاصة. نعم، طبعا حتى النقل من محافظة إلى محافظة هو محكوم بعدة شروط. نعم. أولا توفر الحاجة لهذا الاختصاص. ثانيا الشاغر على الملاك العددي. نعم. ثالثا توفر الاعتماد المالي. طبعا قامت مديرية التربية في العام الماضي بنقل أعداد كبيرة من معلمي الصف والمدرسين وفق معايير وضعت وتمت معالجة معظم الطلبة. طبعا هناك تعاميم من السيد رئيس الحكومة بما يخص ذوي الشهداء وزوجات القضاة والعسكريين، وهي وتم معالجة طلباتي. أيضا ممن لديه حالات صحية أو حالات اجتماعية، وأيضا تم معالجة أمورهم ونقلهم.
المتزوجات أصلا طبعا كمان تمت يتم المعالج وفق توفر كما قلت الحاجة والشاغر والاهتمام. يعني هل يمكن الآن تمديد تحديد مركز العمل طبعاً بدون نقل؟ تحديد مركز العمل يصدر في بداية كل عام تعميم من السيد وزير التربية بتمديد تحديد مركز العمل. طبعاً. نعم، وقد بدأ على بالنسبة للأخت المتصلة بدأ استقبال طلبات النقل الخارجي من محافظة إلى اللاجئية اعتبارا من 15/4 وسينتهي ب 30/6. إذا يفترض أختي الكريمة تتقدمي بطلب في حاليا موجود، يعني حاليا موجود تقديم الطلبات، بإمكانك التقدم بطلب، وفي حال وجود أي حالة خاصة ذكرى مع الثبوتيات أهلا وسهلا فيك. طبعا طلبوا من أولى بس بدهم الاعتماد المالي. من أولى هي بدها ترد تعيد الطلب مرة تانية هي من أولى. طيب ماشي يلا يعني تسمعينا تحت ماشي أهلا وسهلا. تعتبر جميع طلبات النقل التي قدمت في العام الماضي ملغية بتاريخ 14/4. نعم. لأنه سيبدأ أو بدأ استقبال الطلبات تعتبر ملغية طبعا هي مدتها سنة. نعم. بعد سنة في حال لم يفترض أن تتقدم بطلب جديد نقل جديد طبعا بتمنى طبعاً. تكون الأخت اللي اتصلت سمعتنا وتعاود تقديم طلب لأن الطلبات التي تم تقديمها العام الماضي ينتهي مفعولة طبعاً مع نهاية العام طبعا اعتبارا من 15/4 وحتى 30/6 نحن جاهزون لاستقبال جميع طلبات النقل لمن هم محدد مركز عملهم ولمن هم على ملاك مديرية التربية اللاذقية يتم قبول طلبات النقل ضمن مديرية التربية في الدوائر المختصة كأساسي وثانوي ومهني. طيب. نعم. طيب نحن بخي معنا وقت قصير فيما يتعلق بالأسعار التي تم تعميمها فيما يتعلق بالمعاهد الخاصة أو المدارس الخاصة. طبعا كما قلت بأن المخابر اللغوية هي محددة ضمن بلاغ صدر أو قرار صدر من السيد وزير التربية وعمم على جميع المدارس. طبعا هنا بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخاصة على صاحب المؤسسة أن يقوم بالإعلان عن هذه الأسعار في لوحة الإعلانات وبشكل واضح وبارز في حال عدم التقيد. في حال عدم الإجراء هناك طبعا هناك إجراءات قد تبدأ بتوجيه الإنذار للمؤسسة وانتهاء ب وضع هذه المؤسسة تحت إشراف مديرية التربية وزارة التربية لإشراف مؤقت يسمى تحت الإشراف كما ورد في المرسوم رقم 55 لعام 2004. وفي حال عدم التقيد بالتعميم الصادر المتعلق بالأسعار، يعني التعميم اللي صدر إنه قلت هي تعتبر مخالفة، إذن يعتبر هذه المدرسة تجاوز في حال تجاوز التسعيرة، يعني آخر تعميم للسيد وزير التربية أنه فيما يتعلق بالشهادة الثانوية. نعم. العلمي مليونين ليرة داخل المدينة ومليون ونص خارج المدينة. تتحدث هون عن المخابر أو مو المخابر اللغوية حتى، هي عن الدورات التعليمية في المخابر. لا، المخابر اللغوية هي تعامل معاملة المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة. نعم. طبعا لدينا دورات تعليمية تقوم بها إدارات المدارس وهي المقصودة بالقرار، إدارات المدارس وأيضا المنظمات الشعبية نقابة المعلمين ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة تقوم بمعاهد أو لديها معاهد خاصة تابعة لها. طبعا يشمل هذا السعر المخابر اللغوية لأنه لا المخابر تختلف المخابر تختلف عن هذه التسعيرة. نعم، نعم المخابر كيف تحدد تسعيرة المخابر اللغوية؟ هي صدرت بتعليمات وزارية وبقرار من السيد الوزير. يعني مو مشمولة بموضوع أنه العلمي مليونين والأدبي مليون وسبعمية. أنا أتحدث عن الدورات التعليمية المقامة في المدارس من قبل إدارات المدارس فقط. وهي صدرت طبعا صدر القرار 207 رقم 287 بتاريخ 22/1/2024 وهو يتضمن أسس
إقامة الدورات التعليمية خارج أوقات الدوام الرسمي من قبل وزارة التربية طبعا في مدارسنا ومن قبل نقابة المعلمين أو اتحاد شبيبة الثورة. طيب هون سؤال مهم لأنه كل الناس فهمانين أنه هي تسعيرة خاصة بالمخابر اللغوية. أبدا. هل يوجد تسعيرة أخرى خاصة بالمخابر اللغوية؟ طبعا هي وردت بقرار أتوقع قرار سابق هو مشمول وفق التصنيف لأنه أيضا هي مصنفة هي مصنفة حسب الفئة فئة أولى وثانية وثالثة ورابعة. طبعا هي مشمولة في حال خالفت المخابر وطبعا أسعار أو أقساطها غير الأقساط الواردة في القرار رقم 287 الذي أتحدث عنه. طيب هون سؤال للأخير لأنه نحن يعني وصلنا نهاية الوقت. في كيف يعني يعرف الطالب أو أهله السعر الحقيقي للمعهد المخبر اللغوي او المعهد الخاص؟ لا وين بيسال عن بالمعهد نفسه او بالمخبر اللغوي نفسه؟ كما قلت يلزم صاحب المعهد بالاعلان بمكان بارز وواضح عن الاقساط التي وضعتها وزارة التربية. في حال عدم التقيد وقبل ان يسجل ولي يعني الامر يختلف الامر من مخبر لغوي الى مخبر لغوي؟ لا يحدد حسب الفئه فئه اولى فئه ثانيه حسب التصنيف حسب التصنيف. طيب سؤالنا الاخير للاستاذ نوار يعني فيما يتعلق بالتعليم المهني هل يوجد ايضا مخابر او معاهد خاصه تعطي بعض الدورات او بعض التدريبات الخاصه او الدروس الخاصه في هذه المراكز؟ طبعا في مراكز مهنيه تدريب مهني تعنا بمواضيع أو بأمور الحواسيب تكنولوجيا العلوم التجارية كأي معهد هو خاضع لترخيص وخاضع للعمل أو التعليم الخاص مثل ما حكينا أنه يعني بالعلوم التجارية العلوم الحاسوبية وبإشراف مباشر من مديرية التربية. احنا وقتنا انتهى بنهاية هذا اللقاء. الأستاذ نوار الرياحي مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم وأيضا شكرا لكم الأستاذ أكثم غانم مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي. شكرا جزيلا وكل الشكر لكم متابعين على أثير إذاعة أمواج وقناة أوغاريت من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية. نحييكم نلقاكم في حلقة قادمة وملف جديد.